بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام ألا يكاموا أولا للتافي نبينا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شيني كتاب التوحيد. والحمد لله قبل هكا مني مغانا أكام أصول الثلاثة كموا زأتشكي وانا مغانا لكتاب التوحيد مالا أتك أجري كأنكو كسنيني. قلنا الهوس العرب، نخاطب الهوس العرب الذين يعيشون في الدول العربية ويتكلمون باللغتين الهوسة والعربية، وأنا منكم أيضا. نعم، اختصار الوقت، قال الله، قال الشيخ بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما لن يفارون للتافين أكو اختلاف نسخ، يعني في اختلاف توجد بين النسخ، نسخة فيها بسم الله والمقدم الحمد لله المقدمة، حتى ذكر ذاك الشيخ عبد الرحمن بن الحسن قرأها أو أبوه رآها وكذا بخط الشيخ، وأكثر الكتب بدون يعني المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، قالوا اقتداء بكتاب الله عز وجل. يعني يقول أن القرآن ألا يسقون شيء وكم على تبيب ثبات البخاري هكذا فيها شيخا دون مقدمة شيء كتشين يمن الوكتشين. كتاب التوحيد وانا للتافي هنا ما قال يعني أن التوحيد ألا سبحانه وتعالى اللي هو ما لم يسك شيء، قيمة العلم بمعلومه، قيمة العلم بمعلومه، يعني سادة علمي أكم يكي مغانا دين علمي ديواني أكوي علم ين وانا ماصر أكوي علم بغل التافي أكوي علم ين كاميرا أكوي علم كذا، أما علم يتكلم عن الله عز وجل سبحانه وتعالى أشرف العلوم. ده هكا لا يوجد على وجه الأرض كما ذكره أهل العلم وأهل المعرفة كتاب يعني اختص الله عز وجل بالكلام عنه سبحانه وتعالى بدون تشعب مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد. وفق الله مؤلفه لذلك، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يرحمه ويوسع ويفسح له في قبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ جزاه الله عنه وعن المسلمين خيرا كتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا تشبن هل تشمتان إباء للجن هيدن سبو تاما هيدن سبو تاما. والعبادة كما سفيدنا الشيخ يعني أشكنا كتابا ألنقبا لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بدون توحيد فهي عبث. يعني متن أشياء عبادة يسلى باء الولاء كما سلى شباء الولاء كان الشيخ كنجي ضرب أمثلة. نعم، إلا ليعبدون، يعني العبادة لا بد لها من التوحيد، وهذا التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدوني، يوحدوني سكري تاني كري كسي شركة سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، الرياء والسمعة والعياذ بالله. دان أشي وانا ما لمين يكون دان أشي وانا يا سن كذا، ألا كارم جميعا جميعا ما لمين جميعا مسلمين طلبة العلم من ذلك. وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألا يجي مؤيكو أكوشا الأمة النبي، النبي ينا يجي مسو يوصيهم ويأمرهم بذلك أن يعبدوا الله كبوتا وألا واجتنب الطاغوت وكوشي وطاغوت. والطاغوت ما لم يسمع عرف الدجي هو الطغيان، هو تجاوز الحد، وأنه وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني طغى الماء على اليابسة، والطغيان تجاوز الحد، يعني متن يوشي قونادة إلي كما كأنها وساواسكة شي. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما فدر ألا عز وجل ألا يجي قضى أي أمر ووصى كما فسر ذلك أو كما فسره بذلك أهل العلم، أمر ووصى، قضى أمر ووصى، يعني ألا يأمرين كما يوصي ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كما كيوتا
واي وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا والا كلك يشرك هذا شيء شيئا يعني وانا نافيه شيء لي وانا هي وانا من صيغ العموم شيء من صيغ العموم شيء شيئا يعني النكرة في عموم النهي أو النفي تفيد العموم النكرة في صياغ النفي أو النهي تفيد العموم شيئا يجب كو إن أبني كو يا كي جرم أنا قلنا كم ملائكة جبريل كو النبي صلى الله عليه وسلم كو كما أبونا أشياء قلنا شيء بجرم إن شاء الله كنت شيء بحرام إن أبو تاوى صرف عبادة لله عز وجل ونم مخلوقين وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرب ربكم عليكم يفار على طول يجي ألا تشركوا به شيئا يفار إيش يعني أبند ألا يهنا حرم ربكم عليكم أبند ألا هرنت ألا تشركوا به شيئا يعني أشد المحرمات هو الشرك والعياذ بالله ده هكا بسلمي ألا تيمكيمو دمو دماسس ورارمو كما دا إيام دائم إن شاء الله ذريم إلى قيام الساعة ألا كوتد دمو دق عباد الأصنام والعياذ بالله عز وجل كما كان إبراهيم يسأل يشي يتنبي الله كارشي لشيدا لينشي كسبوتا وقنكي قال ابن مسعود سنما لنبانيا كو آيوين قرآني دمونا شروح كتابة تحيد ديواني مو ينزو سمكي مكاو يعني خلاصة موضوع يعني ما أكيسو من أولا حنما أكن تشيو عندي كمانا تشيو وما كنت دمت أقول جي كلمة كل وانا شريط ذريبة زي شيء مبا يعني هي من كو جمية شريط عما مو يزوم يجيزوم نختصر موصلة الزبدة كان دلارة باسكة شيء يعني من شانن أتاتي من شانن شيء أكيسو شيء دي قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ابن مسعود شيء ده النبي هي وصية دا wannan ce wasiyya yan kaman wasiyya ce wannan ayoyin duk wanda ya karanta ta to abinda annabi yake nufi kenan shine nufin ibn mas'ud radiyallahu anhu wa amma ad bin jabal radiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yace ina bayan annabi ya goyi ni akan jaki fa qala li ya ma'ad atadri ma haqqullahi ala al'ibad wa ma haqqul ibadi ala allah qultu allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala al'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala allah ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يشي النبي بني متى بشارته تومن دنا متى متفيدين يعني وندش لا إله إلا الله شق الجنة وكم ألا بيا ساشا أزابا يشي لا لا كك مس بشارة فيتكلوا هي سدنجنا أقوم لما كبس قوي وقرنش ده هذا دوان شيء أول زاج أم بويسو wanda wal azab la dan waje dan aljanna ba wanda ya sani he Allah subhanahu wataala amun a kokari wanda aikin alheri ana mai tsammanin aljanna wanda aikin barna ana mai tsammanin wuta amma hakika ya mutun rayuwar shi za ta kare wannan he Allah subhanahu wataala Allahu a'lam yan bil khawatim dan haka dai mutun ya zama da'iman a koyaushe yana ci tare da mutanen kirki da hanyar kirki da ilimin kirki da rayuwar kirki a komai da cinka da shanka da komai ya zama kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kana kanta in Allah da akanta zaka mutu man shabba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi na'am sannan mallan yace anan babu bayan fadl at-tauhid wa ma yukaffir min adh-dhunub wancan baban na fari da farin kitabin hannun gurin inda hadithin ma'ad wanda yace ya hana shi kare bisharan kamar dan su wannan duk yawanci ya kawo ayoyi ne suna magana abauta wa Allah a kaucewa shirka dan akwai mutum yana so ya tsawaita akwai da tattafai wannan shuruhin wannan littafin ya fi miyar sharh da koji kuma yare kowa ya sharha shi dan haka mu yanzu tafiya muke kan da muka maimaita dai so muke inda za mu kawo kan ciwon inda mujimci jama'a mu suke kai dan a ciki bai ba komai ba har shirka ya kata dalla dalla kanda mushrike suka fada ta wal a'udhu billah nan yace babu fadl at-tauhid wa ma yukaffir min adh-dhunub yace fadl at-tauhid da abin take kankarewa na dhunubai wa qawli llahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun yace Allah yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm wannan ayat da sanda annabi ya karanta suka ashabai a zamanin annabi suka jita suka ce waye bai taba shi kanshi ba suka fahimta mutlaq adh-dhulm ne yani aqsam adh-dhulm al-thalatha rabbihi li 'abdihi lin-nasi suka ce wa taba shi kanshi wa bai taba shi kanshi ba suka je wa annabi suka ce man halaka wal a'udhu billahi ba haka bane yace ba ku ji ba qaulal al-'abd as-salih luqman ibnihi
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن تنشين البند ألا يكين فيه إن الشرك الأكبر والعياذ بالله أجرنا الله وإياكم والمسلمين منه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يا شيء دومت من شيدا أن لا إله إلا باب أبن بوتا وهي ألا وأن محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم باب ألاني وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى باب ألاني كما من زنسنا أكوشي وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة شيء يعني معنى كن بعيسى بكون كان ليس عيسى هو كن إنما أمره لألا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون يعني عيسى ليس هو كن بكون كان كما أفاد ذلك إمام أحمد والعلماء جميعا. والجنة حق كما الجنة قسياتي والنار حق وتما قسياتي كما تنانا دعا الله شيء عدة للمتقين وعدة للكافرين دسانا ينزل الله هل التاسو الله هل التاسو أجرنا الله من النار وأدخلنا الجنة آمين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني بحسب عمله على ما كان من العمل يعني أي كن ديكي تشكين شي بحسب هذا العمل الذي شيء شيء الجنة كاسن دو مسلمين وليان ألاني أما هوا هواني كما رتب شيء عسكرية وانا جندي حاف وانا جندي أول تاني هكا تكي عبادة أقول الله شين قال شيء الله شيء والسابقون السابقون أولئك المقربون ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآيات دم ما بدأ شيء إذا أقول مثلا يجوز زم منزل سديبة أبدا أنا إذا أسمع شيء والجنة أقول هقول كن مثلا آية وراري جدًا شيء كم بقى النبى وبا الله أكبر ونسك داجي سكا شمر سكي أي وفقنا الله وإياكم وجعلنا من وجعلنا وإياكم منهم وفق الله الجميع لا نطيل إن شاء الله إلى الحلقة الثانية جزاكم الله خير والله أعلم وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.